موسكو ومراسلنا حسين مشيك. حسين، جدير بالذكر أن موسكو ربما أبدت رغبتها في التهدئة وضبط النفس من الأطراف المختلفة، كيف تقيم لنا المشهد وآخر ما خرج من تصريحات؟ نعم داليا، أكد النائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف على أن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع عدد من الدول العربية ولا سيما مع جمهورية مصر العربية، كما أشار بوغدانوف إلى أن بلاده تشعر بالقلق إزاء ما يحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعا الطرفين إلى التهدئة وأيضا إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الأمم المتحدة وأيضا المبادرة العربية. بطبيعة الحال روسيا دائما وكما كان يحدث خلال الأزمات والفترات الماضية، روسيا تدعم بحل الدولتين وأيضا تعبر عن قلقها إزاء أي حوادث أو معارك تحصل بين الطرفين، كما تؤكد موسكو على ضرورة تهدئة الأمور وأيضا حل المشاكل والأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر الدبلوماسية والحوار. بعض الخبراء داليا رأوا بأن ما يحدث في فلسطين لربما تريده موسكو، وخصوصا أن إسرائيل حسب ما يعرف وكما أيضا ما أكد الخبراء الروس بأن إسرائيل مدعومة من الغرب ولا سيما من الولايات المتحدة، لذلك في حال طولت المعركة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن معظم الإمدادات والدعم الغربي إلى أوكرانيا سيتجه نحو إسرائيل، لذلك تأمل روسيا بأن تطول هذه المعركة، هكذا حلل بعض الخبراء الروس منذ قليل. لكن الموقف الرسمي الروسي عبر عن قلقه إزاء ما يحصل في فلسطين ودعا إلى ضرورة تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار. نعم، مدى واجهة هذا التقييم الذي ذكرته أنت الآن حسين والذي قام به ربما بعض المراقبين للمشهد، هل بالفعل يمكن أن تكون هذه هي الرغبة الروسية؟ نعم، كما صرح الخبير أو كما قرأ الخبير الروسي وأيضا كما تعرف داليا، فبطبيعة الحال روسيا الآن تواجه الغرب وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوكالة أي عبر القوات الأوكرانية، لذلك أي منحة أو أي مسار يمكن أن يخفف من الدعم الغربي إلى القوات الأوكرانية فبطبيعة الحال روسيا ستكون مستفادة من هذا الشيء وأيضا تكون تريد هذا الشيء بشكل غير مباشر، وعلى الرغم من عدم إعلان ذلك رسميا أو عبر قنوات دبلوماسية أو قنوات رسمية، لكن حقيقة الوضع وكما رأى الخبير الروسي بأن أي معركة تكون الدول الغربية تخفف من مساعداتها إلى القوات الأوكرانية فهذا الشيء بطبيعة الحال سيساعد روسيا، وأيضا الدعم الإسرائيلي لاسيما إلى الدولة الأوكرانية وإلى القوات الأوكرانية أيضا ساهم في توتر العلاقات بين موسكو وتل أبيب، إضافة أيضا إلى أن موسكو مرارا وتكرارا عبرت عن استيائها نتيجة تقديم إسرائيل وإرسالها الأسلحة والمرتزقة أو المقاتلين تختلف تسميتهم حسب كل جهة، حيث الجانب الروسي يصفهم ويسميهم بأنهم مرتزقة أرسلتهم إسرائيل إلى الأراضي الأوكرانية لمساندة الجيش الأوكراني، لذلك هذه المعركة لربما تكون روسيا راضية عنها بشكل غير مباشر، حيث أن روسيا وكما حصل دائما تريد حل الأزمات عبر الدبلوماسية، لكن ما يجري تحت الطاولة وخلف الأبواب دائما الخبراء هم من يحللونه ويقرؤونه بشكل مباشر.